أيوة دي. قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش إلى هذه الكتائب. الكتائب طبعا مش عارف إذا كانت واضحة للجمهور ولا لا، لكن خلينا نقول إنه الجيوش كانت بهذا الشكل: الزبير بن العوام على قسم، أبو عبادة بن الجراح على قسم، النبي صلى الله عليه وسلم على قسم، قيس بن سعد بن عبادة على قسم، وخالد بن الوليد على قسم. طيب مكة اللي في النص. المكة اللي في النص. الفكرة إنه تدخل هذه الجيوش إلى مكة من كل أطرافها في وقت واحد. إحنا برضو ماشيين بنقول إن خطة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحطم أي مقاومة بأكبر قدر من السرعة والمفاجأة والرعب، بحيث ما يحصلش قتال كبير. وبالفعل كل هذه الجيوش دخلت ولم يجد أحدها مقاومة إلا فرقة خالد. لا، هو الجيش الوحيد اللي دخل قيس بن سعد بن عبادة، لكن بقية الجيوش يعني الزبير بن العوام، جيش الرسول صلى الله عليه وسلم، وجيش شوف الخنوريد دخل اتقابلوا عند الحتة دي عند عرفات تقريبا. لا شوف، المنطقة الخضراء دي مكة، لكن علشان الخريطة سياسية مش جغرافية، فالمناطق الفراغ اللي انت شايفها دي جبال. جبل أبي قبيس. أيوة. فدي جبال، فكل دي مداخل لمكة دخلت إليها هذه الجيوش. فبنقول إن ما لم تجد الجيوش مقاومة إلا فرقة خالد بن الوليد في منطقة اسمها الخندمة. هذه منطقة جرى فيها قتال، يعني الناس اللي قدرت تتجمع من قريش تجمعت هناك، وكان منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وصهيل بن عمرو وبعض حلفائهم الآخرين، لكن طبعا حصل القتال، فسيدنا خالد بن الوليد قضى عليهم سريعا. وأرجح الروايات أنه قتل من المشركين في ذلك الوقت 24 واحد، وبعضهم وصلها إلى 70، لكن أنا بقول أرجح الروايات 24. وتفرقوا سرعان ما تفرقوا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. طبعا مكة دلوقتي لو أنت قاعد في مكة هتلاقي فجأة كده بين يوم وليلة جيش المسلمين الهائل ده بقى على حدود المدينة، وزعيم مكة ذهب يستطلع الأنباء وعاد مسلما، ومش عاد مسلم بس، عاد مسلم وهو يقول للناس: لا قبل لكم بجيش محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عاد يقول لهم: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل البيت فهو آمن. فنقدر نتوقع أن المناخ العام المسيطر على مكة هو مناخ أنه لا أمل في المقاومة أو لكن التصدق. ده يعني دول وقفوا شوية، يعني ما دخلوش على طول، يعني وقفوا على الجبال فترة يعني شوية. دخلوا مباشرة، إلا ما كان من المقاومة التي لقيها جيش فرقة خالد بن الوليد رضي الله عنه. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على يعني على مظهره من التواضع، وأعلن بالمصطلح المعاصر اللي هو حظر التجول. حظر التجول اللي هو من دخل داره فهو آمن. وأعلن عن أسماء بعينها، قال: هؤلاء يقتلون ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة. دول بعض أسماء لم يعفو عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ودي بقى يعني إيه أيضا سنة الحكم في الدول. لا يعني مش كنا نقضيها، ما احنا داخلين بسلام وبهدوء، و يعني كان ممكن يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. دي بقى الثورة المصرية اللطيفة بقى، اللي احنا ايه تاني يوم تنحي بنفتح صفحة جديدة وكل الناس في أماكنها، وما بنعملش أي تغيرات في النظام، علشان احنا ثورة مؤدبة ومهذبة وبيضاء. وبعد كده يعني الثورة المؤدبة والمهذبة البيضاء دي ذبحت على يد النظام القديم. لا، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلناه انه النبي صلى الله عليه وسلم فرض حظر تجول، ثم أعلن في بقى عشرة من يعني طبعا الروايات اختلفت برضو في أسماء هؤلاء، يعني بعضهم أوصلها إلى 17 وبعضهم أوصلها إلى 4، لكن مجموع الروايات أجمع على ده يعني حوالي 10. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون ولو تعلقوا بأستار الكعبة. مش كلهم قتلوا على فكرة، بس لو نشرح الناس يعني تعلق بأستار الكعبة، يعني دخل الحرم، يعني دخل إلى الحرم وتعلق بأستار الكعبة، لأنه طبعا مكة يحرم فيها القتل ويحرم فيها القتال. لكن في استثناء في هذا القانون بمصطلح العصر، يعني في استثناء في هذا القانون عن 10 من أئمة الكفر. كان منهم عكرمة بن أبي جهل، كان منهم اسمه عبد الله بن خطل أو عبد العزة بن خطل، وكان منهم عبد الله بن سالم بن الصرح. عملوا إيه لدرجة النبي يتخلى صلى الله عليه وسلم عن عفو؟ يعني خلينا نقول الذي يجمعهم هو شدة أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم،
وإن هؤلاء لو بقوا أيضا في أماكنهم فيتوقع منهم التدبير والفساد. بس أذوا رسول الله، رسول أذى كتير يعني. صحيح. اشمعنى دول يعني؟ ما أنا بقوله يعني مثلا ما كانش منهم سهيل بن عمرو، العشرة دول ما كانش منهم سهيل بن عمرو، لم يهدي. معلش تتحلي المشكلة دي، ليش العشرة دول الرسول صلى الله عليه وسلم أصر على قتلهم حتى لو تعلقوا بأسطر الكعبة؟ نعم، يعني خليني أقول لك دي بقى، ما محتاجين نحكي حكاية كل واحد. أوه. بس أوه انا بس مصر، انا اصلا مش فاهم يعني، زي ما برضو احنا مش فاهمين ليه سيدنا عمر بن الخطاب هذا الجسور القوي الشديد يتحول الى يعني ارق من طفل في لحظة. أوه. اوكي تمام، بس احنا مشكلتنا مش مع سيدنا عمر، الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الرحمة المهداة للبشرية، ازاي يصر على قتل دول ولو تعلقوا بأسطر الكعبة؟ عملوا ايه دول؟ تمام. طيب احنا متفقين اولا انه الذي يجمعهم جميعا هو شدة الاذى، بس في ناس اذت الرسول وما كانوش منهم. بس في صحيح في ناس اذت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهم، وبعضهم كمان اسلم قبل فتح مكة. نعم. طيب منهم مثلا، وانا بس خليني برضو ارجع واقول انه كلهم لم يقتلوا كلهم، يعني بعضهم استأمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد فأمنه النبي وبقي وأسلم وحسن إسلامه. تمام، يعني مش كلهم قتلوا. تمام. ومثلا من أشهرهم عكرمة بن أبي جهل. أيوة بطل بعد كده. عكرمة بن أبي جهل. أيوة عكرمة بطل بعد كده. نعم، بحسب روايتين بقى، رواية أنه ذهبت له زوجته أم حكيم وقالت يعني قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عكرمة قد هام على وجهه فر في البحر، يعني ذهب إلى اليمن وهو رايح يهرب يكمل بقى يروح الحبشة أو غيره. فأفتؤمنه رسول الله؟ قال أؤمنه. فذهبت إليه، سافرت إليه، فهو عكرمة كان قد ركب سفينة بالفعل وخلاص هرب، فلما ركب سفينة هاج بهم البحر، فقال قائد السفينة ونسف السفينة قال إنه أقال أخلصوا فإنه لا ينفعكم اليوم آلهتكم. فطيب نخلص يعني نعمل إيه؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فعكرمة قال من هذا فررت، أنا فررت أصلا من لا إله إلا الله، ولقد علمت أنه إن كان لا ينجيني في البحر إلا لا إله إلا الله فلا ينجيني في البر إلا لا إله إلا الله. وهنا يعني كأنه قذف في قلبه الإسلام، فعاهد الله لئن نجا من هذه لا يعودن. فهو كأن الماء رجع بالسفينة إلى مقرها الأصلي، فوجد زوجته أم حكيم وقد جاءته ب أمان النبي صلى الله عليه وسلم. بس لحظة يعني نرجع ورا شوي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاب الجيش الـ 12 أو الـ 10,000 شخص. 10,000 نعم. وبعدين وقف دخل المدينة وأعلن الأحكام العرفية دي، من دخل داره كذا. نعم. وأعلن أسماء الناس اللي هو عايزه. نعم. يعني ده كان إعلان يا أستاذ محمد؟ نعم كان إعلانه. يا رسول على 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 ناقتي أو على بغلتي وقف قال عايزين دول ودول ودول. نعم صحيح. ودول فارين داخل المدينة. لا 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 لا، خرج خارج مكة، فروا خارج مكة. ما هي مكة محاصرة. لا، هؤلاء فروا يعني هي محاصرة بقى، مش يعني حوصرت بدخول الجيش. أيوه. لكن قبل مرحلة دخول الجيش دي كان استطاع بعض من يهرب أن يهرب، وبعض من استطاع أن يختبئ في بيته. يعني في ناس غير العشرة دول هربوا. أيوه طبعا في ناس هربت، وكان منهم زي ما قلنا ومنهم صفوان بن أمية. هذا صفوان بن يعني كأني لما جاء